القلوب لا تسكن ولا تطمئن إلا بذكر الله، لأن ذكره فرع معرفته. ما يمكن الإنسان يذكر شيئا لا يعرفه. والله تعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله هو ثمرة المعرفة، وذكر الله هو الذي يطيب القلوب ويسكنها ويهدي روعها ويسكن قلقها. فلذلك كان القلب محتاجا إلى معرفة الله عز وجل.